بعد سنوات كتفتح هي باب بدارها اللي خلات فيها ذكريات أليمة وذكريات زوينة. كل ركن كيفكرها بمشهد، وحتى ريحة الدار هي جميع الذكريات اللي تنسات. في ديك اللحظة ترفعات، بقات غير واقفة كتدور بين ذكرياتها. ديك الطبلة اللي في الدخلة ديال الدار، شحال كمات فيها وشحال كلات فيها وشحال صبرات فيها على كلام موختو الجارح نهار جاو بغاو يفكوه منها. داك الكولوار اللي غادي طول من الطبلة لبيت الناس، شحال تمرغات فيه وهي سكرانة، شحال بكات وشحال سخفات. مشات لبيت النعاس بعقل مرفوع، كتشوف أركان الغرفة فيها نعسات، فيها بكات، فيها ضحكات، وفيها هزات أول حمل لها، فيها مرضات وفيها غضبات، وفيها تخبات من الناس ومن عائلته ومن نظراتهم القاسية، وفيها جمعات حويجها، وفيها طلقات للمرة الثانية. ومن ثم ما عودت رجعت لها، حتى جابت ثلاثة ديال الوليدات في يديها ودخلت لدارها مزوجة من جديد. جلست فوق الناموسية كتجمع النفس وترخيها، صوت ولادها ما بقاش كيتسمع في ودنها، وخطوات ياسين اللي داخل خارج ما كيبانوش قدام عينيها. كتشوف فقط نفسها وهي كتحرك في ديك الغرفة، وهي لابسة الأسود وكتوجد راسها للحفلة، واقفة حدا المراية، وياسين كيعكر لها وكيرغبها باش تبقى على خاطرها. دورت وجهها جهة المخدة، شافت راسها ناعسة مستسلمة ومرفوعة في عالم آخر. كانوا كيعيشوا أول أيامهم، كانت كتشوف هيبة أخرى غير هادي اللي جالسة دابا، تبدلت بزاف على قبل. نضجات في عقلها، تنقات من السموم، قطعات الكار وقطعات الشراب، تبدلت في وجهها ورجعت كتصلي وتابت، وما عودتش ظهرت جهة الخمر والمحرمات. زيانت بدرجات كبيرة على اللي كانت، وارتاحت نفسيا وجسديا، استقرت ودارت ولادها ومحافظة على دارها وصاينة زوجها وشرفها. تنهدات بعمق وفيقها من سهوتها صوت زين وهو كيشطح في بلاصته، بي 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 بي، باغي يدخل الطواليط. ناضت كتجري، دخلته في حين دخل ياسين كيدوش من العين. خرج واخد راحته، واخا يمشي الانسان عند من مشى، كتبقى دارو هي المتنفس لكي ياخد فيه راحته اكتر. خرج عندهم لقاهم مجموعين على الطبلة كاملين كيف العادة، كل واحد في الدراري اش كيدير وضروري من الروينة. حسات بياسين به شي حاجة ما مولفاش ليه، مالو قالب وجهه ما كيهضرش الا للضرور. استغربات منه كيفاش تعشى بلا خاطر وناضحك سنانه وصل له مشى دخل البيت وسد عليه، ما هضرش على الدراري وما هضرش معاها هي. اول مره يتصرف هكا، حتى ولادو ما عطاهمش وقت كيما موالف. سكتات وجمعت الروينه، بقات عاصره على ولادها حتى نعساتهم في البيت اللي مقابل مع بيتها. عاد فضات راسها وخدات دوش خفيف، بردات به ودخلت بهدوء، شعلت الفيوز، لقات ناعس على جنب وقالب وجهه لجهه اخرى. مشات حداه بشويه، حطات يدها على كتفه كتطل عليه وتعيط بشويه. ياسين مالك، واش كضرك شي حاجه؟ رد عليها وهو على نفس الوضعيه، ما كيضرني والو. ايوا مالك جيتيني في شي شكل؟ ما جاوبهاش، جراته بشويه من كتفه وحطات يدها على صدره. قول لي يا حبيب ديالي، مالك؟ علاش مقلق؟ عقد حواجبه وشاف فيها بهدوء. دابا عاد وليت الحبيب ديالك؟ علاش مالي؟ شوفي انتي راسك شنو كتقولي، شنو قلت؟ ما فهمتش، وصيري حتى تفهمي. بغى يعطيها بالظهر وهي تجرو. شنو كاينه كبده ديالي؟ قول لي. سيري عند الكبده ديالك الحقيقيه، ناسي حدا وما نزيد ناقص. حلت عينيها وعاد تفكرات شنو اللي مقلق، دارت ابتسامه وتبعت لها ضحكه. ويلي ويلي ويلي، واش تقلقتي على داكشي اللي قلت الصباح؟ راه غير كنضحك اصحاب لك بالصح، كنتي كتهضري بالصح وحسيت بك قلتيها بالصح. ناري حسيتي بيا كاع، راه كنت كنضحك معاك، وزيدو راه ولادك، واش غرتي من ولادك؟ بدات كتحزر فيه، راك انت هو السكره ديال حياتي، بلا بيك الحياه باسله. هز حاجبوك، عليها توحشتيني فاش غبرت عليك، هما تعرضتي ليهم وبديتي كتبكي عليهم، وانا كون ما جيتش نسلم عليك موحال واش كنتي غتسلمي عليا. بالعكس حبيبو، راك انت هو العمر ديالي، والحب في القلب واخا ما يبانش، الحب في القلب واخا ما يبانش، الحب الا كان في القلب راه كيخرج يقلب ويسول على اللي كيبغي، كيما درتي على ولادك. انا عرفتك دابا ما بقيتيش كتبغيني كيما الاول. وحبيبو ما تقولش هكا، راه كنموت عليك وما بقيتش كنبغيك كيما الاول، حيت دابا زدت اكثر من الاول. انت ما عارفش بلاصتك في قلبي قداش،
انا بعدا كيبان ليا العكس، رجعتي كتشوفي غير ولادك، اما انا ما بقات ليا بلاصه عندك ورجعتي كتصرفي معايا عادي ماشي بصفتك راجلك. وبحالاش ما فهمتش، انت خاصك تفهمي بوحدك. استركت هبة الموقف وصلحت الامور معاه، خلات ياسين بخاطره نعس فرحان. صبحت هبة كتوجد الفطور بحال اي عائله سعيده، دخل عليها في وقت الغداء وهي في الكوزينه كتوجد الغداء، ضحك في راسو قال بتردد، راه عيطات لي سعاد دابا بغات تشوف الدراري وقلت غادي نديهم ليها مور غدا تشوفهم. دارت عندهم خرجة عينيها وقالت بعصبة، لا ما غاديش تديهم، وهي لو بغات تشوفهم تجي عندهم، ولادي ما غيمشيو لحتى دار ديال شي مخلوق، وشنو فيها راه عمتهم. دارت يدها على جنبها وقالت واخا ياك عمتهم ايوا صافي، عيط ليها وقول لها راك غتمشي تجيب ولدها جود لعندنا يتغدى معانا، ياك انت خالهم يلا عيط ليها وقول لها انا جاي دابا نجيب جود يتغدى معانا ومور الغدا نجيو كاملين. عقد حواجبو باستغراب وقال وعلاش لا، وتخليني نديهم معايا مور الغدا. نخليك تديهم، يلا عيط ليها توجد ولدها، انا غنحط دابا الغدا، واخا انا غنمشي نجيبو. مشى لبس حوايجو داز من حداها الزربان وهي توقف عليه، فين غادي؟ نمشي نجيب جود، حتى تعيط ليه بعدا وديك الساعه سير. صات بنفاد الصبر وجبت التليفون كيصوني، طارت عليه شدات لي التليفون، دارت مكبر الصوت وهو مخرج في عيني وكيتحلف عليها، تفتح الخط وجاوبات، الو سعاد لاباس عليك؟ لاباس اخويا الحمد لله، انت مزيان؟ واش جايين؟ وي وي غنجيو، غير لقيتيني جاي عندك باش نجيب جود يتغدى معانا ومع الدراري ومن بعد نجيو كاملين. ردت سعاد برتيبك ولكن راه سميت وراه جود تغدى ونعس، ماشي مشكل غير خليه يعاود يتغدى معانا مره اخرى ان شاء الله، راك عارف وما يقدرش يتفرق عليا حتى دقيقه، ونيت راه عيان شويه وعلى سبه، غير تغدى واجي وانتوما بلا ما تعذب راسك تبقى غادي جاي. هزات هبه حاجبها وبدات تنقز عليه بالاشاره وهو كيسولها بعينيه ما فهمش شنو بغات. هرب تليفون من حدا هبه وقال اوكي ماشي مشكل مره اخرى، يلا انا غنتسناكم بالصحة والراحة. ياسين وهو كيهرب تليفون ويدفع هبة، الله يعطيك الصحة بسلامة، قطع ودار عند هبة معصب، مالنا ياك لاباس شنو كاين؟ جاوبته معصب، قلت لك قول ليها تجي هي وياه، مالك ما كتفهمش وانت كتنقزي عليا ما فهمتش شنو بغيتي تقولي. صافي تهنيتي دابا هاني هضرت معاها، تهنيت وولادي ما غاديش تديهم لا اليوم ولا غدا، ما تطلعيش ليا الدم، راه اختي هادي وشنو فيها الا مشاو عندها. دارت يدها على جنابها وطرطقات في عينها، وحتى انا ولادي هادو وما نقدرش نتفرق عليهم، وكي ياكلوا كي ناسوا، ولادي ماشي شيطين عليا يبقاو يدوروا من دار لدار كما هي ولدها عزيز عليها وما خلاته يمشي يتغدى حتى مع خالو ولادو، حتى انا ولادي عزاز عليا وما يمشيوش شي بلاصه الا معايا انا ورجلي على رجلهم الا بغاو يمشيو شي دار. زعف ياسين بزاف هيبه بزاف، زدتي فيه، مالها غتاكلهم وما نحنا غناكلوا لها ولدها، علاش كدير السبه وكتتفتف في الهضره؟ هزات صبع، شوف ياسين راه المشه وما كتحملش اللي يهز ليها ولادها، خلينا مزيانين وخلي ليا ولادي حدايا، علاش باغي تفقصني؟ ولادك 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 غير انت اللي بوحدك اللي والده، تخليهم في داركم شحال ما بغيتي وما كنقول لك والو. بدات كتغوت بالجهد، دفعات الكرسي حتى جراو ولادها كيبكيو ويلصقوا فيها ويتعلقوا، هي كتغوت في السماء وياسين كتر منها، ما غيمشيوش هي ما غيمشيوش، ما تعصبنيش ما غاديش تديهم، زيدي غوتي زيدي زيدي طلعي للسما، ما غنديهم غنديهم وضربي راسك مع رحيط. جراتهم كتبكي مفقوسة، دخلاتهم البيت وسدات عليها خلاتو كيغلي غادي يجيب وحده وسط الدار، عنقاتهم حتى هما تكمشو كيبكيو فيها بثلاثة ويسولوه علاش مدابزين حيت ما فاهمين والو، كيشوفو غير الغوات والبكا. سكتاتهم بحجة كيلعبوا ماشي كيدابزوا، لكن الأطفال حسوا باللي صداع ماشي هو اللي تحرم الغداء عليهم وبقى محطوط في الكوزينة ما لقى شكون ياكلو. شوية تحل الباب دخل ياسين بهدوء كيهضر مع الدراري باش يديهم، وهي مركرة فوق الناموسية كتخنزر فيه بعينيها من تحت لتحت. جلس قفازي كيهضر مع طولاي بشوية ويلبسو باش يمشي معاه، لكن الآخر هز كتافو ما بغاش، واخا عيا ياسين يقنع فيه خلاه مشى لسقف هبة وتكمش بدا كيشوف فيه بنص عين، جار زين حتى هو لكن هذا ما بغاش حتى يسمع ليه، بدا يفركل هذا اصلا ما كيعقل على حتى واحد من غير امه، واخا يحطوا ليه اللي يحطوا
أما البعلوكة مشات كتجري لصقات فيه كتنقز بغات تمشي. غوتت عليها هيبة بالجهد باش تجلس، لكن هزات كتافها ولصقات في يزين، هزها في يدو خلى هيبة كتقلى في بلاصتها وتبكي. مشى مشات البنت وبيديه ولبسها كسيوة حمرا ودار ليها قرينات ولبسها لباس رياضي وكاسكيطة وصبرديلة، هزها داها معه. بكات هيبة حتى شبعت، والدراري بجوج كيبكيو معاها ويعنقوها. شافتهم تأطروا هي تمسح عينيها وبدات تضحك معاهم بزز منها. بقى فيها الحالة اللي دار ليها. تعشت العشية وهيبة محموم، ضربات العشرة ضربات الحداش وياسين باقي مرشح. تزاد معاها الزيت وبدات تعيط في التليفون ولا من مجيب. حطات العشاء لولادها وجلست معاهم حتى كيدخل عليها ياسين. هز فينا فيدو، هزت هيبة راسها شافت فيهم وهي تبان ليها يد فينا مقبصة مشدودة بالصمت. نضت كطار من بلاصتها مخلوعة وعينيها خارجين، غير شافتها فينا وبدات تبكي وتشكي. مشات عنقاتها، ياسين هبط راسه وقال بصوت منخفض: طاحت. اويلي كيفاش طاحت؟ واش هادي كاملة غير طيحة؟ مالها؟ جاوبني شنو وقع لها. قلت لك طاحت. مشى البيت نعاس، زد عليه الباب خلاها كدور فينا وتقلبها وتفليها بالخلعة تسولها على الطيحة. فهمت منها ان عمتها خلتها كتلعب مع ولدها وطيحها. هزها ياسين داها الطبيب، خرجها من بعد سارها باش تنسى. ناضت بالفقصة، دخلت عليه البيت نعاس وزدحت الباب بالجهد. وقفت قدامه مخرجة عينها: صافي، هادشي اللي بغيتي؟ بغيتي اللي جاي يضحك علينا؟ ولادنا حنا جبناهم من الزنقة، ولادهم هما والدينهم من كرشهم، هما يخافوا على ولادهم وحنا مالينا سوق فيهم. غمض عينيه وحلهم وقالها بنفس صبر: هيبة خرجي خليني عليك هاد الساعة. جرته بالجهد من يده: ما غنخرج حتى تسمع اش غنقول لك. ودخلوا لعقلك مزيان، شتي انت؟ ما غتهنى حتى يشد شي حيوان واحد في ولادك ويتكرفس عليه ويدير فيه ما بغى عاد تهنى. سمعتي؟ اختك ما بغاتش تجيب ولدها حيت خايفه عليه مني، خايفه نوكلو شي حاجه ولا يطيح ولا شي حاجه وتشوى عليه كما تشويت انا دابا على بنتي. وانت فضلتي تشويني انا باش تبقى اختك على خاطره. ها هي بقات على خاطره، وهالبنت هرزات وهالصداع ناض. انت ما تصلحش تكون اب، حيت الاب كيخاف على ولاده ويفضلهم على كل شيء. اما انت اجمع معاها بتصرفي قال الحنك. حتى عوج ليها العنق، خرج فيها عينيه وقال: تزيدي كلمه واحده قطع لك داك اللسان. دفعته بالجهد وبدات تغوت وتصعر: كلكم بحال بحال، بحالك بحال جواد بحال غيره. انا غنخلي لك هالدار وغندي ولادي معايا، وسير انت عند اختك تشوف لك مرة اخرى. انا طال الزمان ولا قصار غنرجع بحالي لدارنا، حيت مازال غتقلب وجهك عليا ومازال غنطلع لك فراسك ومازال غترجع لوالديك. شدها من يدها وقال: بغيتي تمشي؟ هالباب وحتى واحد في الدراري ما غدا تديه معك، سمعتي؟ نطرات يديها ومشات جمعات حوايجها وحوايج ولادها، حطاتهم وسط الدار باش فاش يصبح الحال تشد الطريق تمشي. دوزت ليلة مع ولادها في البيت الاخر، وبات ياسين بوحده في البيت. مداش النعاس الليل كامل، بيتها حاطه يدها على حنكها وكتسمع صوت ياسين داخل خارج حتى هو الليل كامل. صباح الحال، ومع الساعة الصباح نضت حلت عليه الباب شويه لقاتو ناعس. ردت عليه الباب، رجعت لاحت عليها جلابتها ومشات حلات الباب. الدار بشويه هبطت البحليزات للطوموبيل، رجعت هزت ولدها الصغيره هبطاتو ناعس للطوموبيل، وطلعت هزت الاخرين واحد واحد دايخين بالنعاس. غطت الباب بشوية ومشات كطير ديمارات، شدت طريق جديدة نيشان. وهي صايقة صونا ليها التليفون المرة الأولى والثانية والثالثة، عاد جاوبت: عارو شنو؟ دابا غتردي الدراري للدار ولا ما غيعجبك حال؟ شوف ياسين، هيبة اللي كنتي تعرف ماشي هي ديال دابا. انا نقتل على ولادي، سمعتي؟ لا انت ولا غيرك يقدر يفرقني عليهم، واخا يبقى فيا عرق واحد كيزدح ما غنتفرقش عليهم. وما بقات كتهمني حتى حاجه، لا انت لا شي واحد اخر، كيهموني ولادي والسلام. قطعت كتنهج وطفى التليفون عليه. ما بكات ما دمعت، بالعكس كما قالت هيبه القديمه مشات، وجات هيبه الام اللي تبيع كل شيء على قبل ولادها وما يهمهاش وما تحرقها حتى حاجه من غير ولادها. كملت طريقها الجديده فين ما عارفها حتى واحد، وهي مفتخرة براسها وبشنو دارت، وكأنها دارت إنجاز. أول مرة تحس براسها قوية وما كتخافش وما كتضعفش، وفي كل مرة تشوف ولادها كتبتسم وتفرح. جمعت كل شيء، ورقها ورق ولادها، الباسبورات ديالهم وكاع داكشي اللي غيخصهم وكيخصها. غبرات غبرة وحدة، عارفاه من وهاش ديرها،
ولكن ديرها وتفوت عليه. شحال قدها تبقى مخلوعة لشي نهار يكركبها ويصيفطها لدارو، شحال قدها تصبر على هبل عائلته اللي كل مرة يخرجوا ليها بمشكل، شحال قدها تبكي في كل مرة هرس راسها ودار اللي قال ليه راسه. واخا يتصالح ومازال ايام الله طويلة ومازال تشوف العجب ومازال غيتعاود هادشي ويقدر يوقع مكتر. هما ما متقبلينهاش ومتقبلين ولادها، وهي ما متقبلاش يمشي ولادها بلا بها. اكيد الوضع ما كيطمنش وغيجي شي نهار طرطق فيها الرمان. وصلت الجديدة، شدت استوديو في هاسيندا، سفلي كيطل على الجردة ولا بيسين وحطات فيه رحالة. ما كاين اللي يجيب خبارها ولا اللي يعرف فين هي، الفلوس في جيبها ولادها حداها. هذه هي الدنيا وما فيها، هي كفي تشوف ولادها كيضحكوا ويلعبوا فرحانين في لابيسين، وهي جالسة حاضية هم وحاضية البنت اللي مهرسة من يدها دايرة القبص، وكل مرة تعطي الواحد فخوتها بداك القبص تفلق تلهاو مع الماء ومع الصهد والماكلة. كل مرة تخرجهم الشارع وتهبطهم البحر وتديهم جهة الفلوكات يلعبوا في الرملة. هادشي كامل باش ما يبقاوش يسولوها كل شوية على باهم. تليفون طافي وعقلها خدام في الخطوة اللي غدير من بعد. جالسة في الرملة تحت واحد الباراسول، ولادها حداها كيحفروا وشي كيدخل شي في الحفرة ويرد عليه التراب. المهم ملهيين وقدام عينيها وفرحانين بعد 10 أيام ديال الغياب. سهاد كتخمم غير بوحدها شحال قدها تبقى في الجديدة، خاصها تشوف شي حل، راه الفلوس اللي معاها ما دايماش والنهار غتسالي غدا توحل. رجوع لياسين حيدته من بالها، وفكرة الزواج او تعرف على شي واحد اخر حتى هي ما كيناش وعمرها تكون. ما بقات بغات لا رجال لا حريق الراس، بغات غير ولادها وصافي. الجنسية عندها هي ولادها، تدخل وتخرج كيف ما بغات ولا تمشي تعيش تما حسن ليها. تخلص هي وتخلص على ولادها وتقلب على خدمة وتعيش بالها مرتاح حسن كاع من شي زواج ولا هم. شحال قدها تبقى صابرة، ها هي صبرت حتى عيات وفي الاخر طيح بيها ودار العز لختو وخلاها هي بلا خاطر، وزاد عطاها الحق تمشي بحالها الا بغات. اش هاد الدل الا كانت غتصبر غير على ولادها. فراش حال من كوبل طلقوا ولادهم عايشين حسن 1000 درجة، الام دايرة لهم الخاطر والاب حتى هو ومصروفهم عايشين به، وحاسدينهم اللي عندهم والديهم على ديك العيشة اللي عايشين. كما سمح فيها المرة الاولى ومشى غادي يسمح فيها ويمشي، واخا يصبر حتى هي يرجع لوالديه، اما هي غادي تطلع ليه فراسه ويرجع لاصله طال الزمان ولا قصار. ما بقى كيبان لها لا حب لا حب الملوك، ولادها اولى بالحب. اللهم فراق هو ولا فراق ولادها، ما تقدرش ترجع عنده ولا تبان ليه، خوفا ياخذ ليها الدراري ويطير ليها داك الربع العقل اللي بقى عندها. اللهم تجربيه الحبل قبل ما يجرو بها. ما بقاتش تايقه فيه من تصرفيقه اللي عطاها والكلمه اللي قال ليها بغيتي تمشي سيري، وهي عزيزه عليها نفسها وما ترضاش بالدل. تعز راسها احسن ما تبقى مدلوله عنده وغير مرغوب فيها لا من عنده ولا من عند عائلته. نهدات بعمق وبعد تفكير عميق اختارت اللي يسلكها وقررت تبعد وتكمل بوحدها مع ولادها. ولادها فقط، شحال غتبكي عليه كاع، شهر شهرين عام عامين، شحال كاع وغادي تعود وتقدر تنساه. وعندها اللي عوضها، وشحال ما تألمات راه العلاج عندها، وهما وليداتها اللي محليين ليها حياتها. اما الى فقداتهم راه غتبكي عمرها كامل وما يقدر حتى واحد يعوضها. والعيشه مع ياسين ما بقاتش مستقر، كتشوف راسها غادي تلاح في شي يوم من الايام وتلقى راسها برا بحال الحمقه كتجري في الزناقي على ولادها. اللهم تريح بالها وتهني مخها وتستقر هي وترتاح نفسيتها وتشري راحت بالها حسن ليها. ناضت من بعد تفكير عميق رجعت بحالها استوديو، عشاتهم وبقات معاهم كتدعوهم حتى نعسوا. خرجت لبرا للجردة تشم الهواء ديال الليل، بقات كتحرك يمين ويسار ليح عليها بنوار خفيف. شافت مرا جالسة في استوديو اللي لاصق عليها دايره كرسي برا وكتبرد غير بوحدها، لقات عليها السلام وبدات كتهضر هي وياها. شويه دارت كرسي حداها وجلسوا كيجمعوا هضره جبد هضره حتى دخلوا في المواضيع الشخصيه، وبدات كل وحده تعاود. حكات لها هبه قصتها كامله وعودات لها على مشاكلها. نهدات المراه وقالت كل شي هكاك، هانتي كتشوفي جالسه هنا بوحدي، جيت نفوج على راسي ونبدل شويه الجو وبخير الحمد لله، حسن ما يصدعني شي واحد، طيبي العشاء طيبي الغداء ويصدع ليا مخي، كنمشي فين بغيت ونجي منين بغيت مرتاحه ولله الحمد.
عندك شي وليدات؟ عندي ولد واحد، هو مشى يتسارى مع صحابه في أمريكا، أنا جيت المغرب بحال كل عام نشوف أمي ونساريها شوية حتى هي. ديتها الإفران، عزيز عليها إفران، عجبها الحال وتسارات، رديتها في حالها وجيت أنا الجديدة نبدل الجو. عزيز عليا البحر وعزيز عليا هاد البلاصة، كل عام كنجي كندوز الفاكونس ديالي بوحدي ومرتاحة. ولدي عزيز عليه يسافر مع صحابه، وأنا ما كنبززش عليه، مخلية ليه الحرية. ولف ليك فرنسا دابا؟ بيان سور، ما كيبغيش يجي ليا المغرب، بسز باش كنجيبو. صافي تولد تما وكبر تما، عنده صحابو تما، بنى حياته في فرنسا، انا مبعده منه ما كنبغيش نبزز عليه شي حاجه. باباه مغربي؟ نو نو، انا كنت مزوجه جزائري، ما تفهمناش وكل واحد مشى في الطريق. مي بقيت انا وباباه اصدقاء، واخا طلقنا كيعيط يسول فيا يبارك ليا المناسبات كنسول فيه حتى انا كوميم، راه ما دوزناش قليل، مي اصدقاء فقط لا اقل ولا اكثر، هكا مرتاحين. داكشي اللي بغيت حتى انا، بغيت نرتاح، ما بقاتش عندي الرغبه لا في الراجل ولا حتى في حاجه. انا ما عنديش الزهر في الزواج، وما بغيتش نعيش حياتي كامله من بودة. الا كان راجلك كيعاملك مزيان بقاي معاه، تقدري تطلقي وتندمي من بعد. مزيان ماشي ما مزيانش، ولكن هانتي شفتي شنو دار على قبل اختو، كون ضربني على قبل واحد في ولاد والله ما يبقى فيا الحال. ولكن هو هز عليا يدو وقال لي سيري في حالك هالباب، ما قدرش نبقى حتى دقيقه، هزيت ولادي وهربت. شكون باقي كيتضرب في هاد الزمان؟ وشكون باقا كتصبر على الدل في هاد الوقت؟ كل شيء تبدل دابا، والمراه الا ما عطاتش راسها قيمه ما كاينش اللي غيعطيها ليها. انت الا شفتي راسك ما بقيتيش مرتاحه وكتشوفي راسك واقفه على شعره رقيقه، تقدري شي نهار تطيحي، صافي شدي طريقك، حسن ما تدخلي معاه ومع عائلته في الصداع وتليوها بخزيت وتخرجي مكروهه ويحيدوا لك ولادك. عندك الجنسيه ومازال كتهضري، راه عندك مستقبل انت ديال الفريق، ماشي بحال شي عيالات مساكن كيشوفوا راسهم الا طلقوا ما عندهم فين يمشيو وما يقبل عليهم حتى واحد، كيصبروا وكيعيشوا كما بغى الراجل ويتسناو في الموت. هزي ولادك وسيري لبلجيكا، عندك اللغه عندك كل شيء، ولادك راه محسوبين ولاد بلجيكا، الدوله تصرف عليهم حتى يكبروا. ضحكات هيبه بتعب، نعيشوا بفلوس الشوماج؟ هاد الهضره كنت قلتها ليه غير بالضحك حتى صدقات بالصح. اجي نقول لك، واش كتبغي راجلك؟ حركات هيبه راسها وحشمانه، انا كنبغيه ولكن شوف هو واش باقي كيبغيني. المساله دابا ماشي مساله حب، نضحي براسي ونضحي بهذا الحب باش وليداتي يعيشوا مزيانين، نصبر العذاب الحب ولكن ما نصبرش لحرق الكبده. تنهدات المراه وقالت لها الكبده صعيبه، صعيبه بزاف، كتعميك على كل شيء، واخا حتى تكوني كتبغي غتفضلي ولادك عليه، هذه هي الكبده. الله يسمح لنا من حق الوالدين، شحال من وحده صابره على القهره على قبل ولادها غير باش تكبرهم. تنهدات هيبه، الحب كيكون غير في اليامات الاولى، المراه مسكينه كتقدر تبغي عمرها كامل، اما الراجل لا، انا كنشوف غير من راجلي انا، كان كيبغيني ودار اللي ما يقدر حتى واحد يديرو ليا، ولكن دابا بدك يرجع باللور، في الاول والديه دابا اختو، غدا ما نعرف شكون وفين ما نهضر ينوض يصرفقني. انا حاجه وحده نقولها لك، بحكم تجربتي في الحياه والتجارب اللي دزت منهم واللي شفتهم مع ناس اخرين وحتى فارق السن الكبير بيني وبينك، ما تدليش راسك، واخا يكون مخرجك من قاع البير، نهار تدلي راسك ما غتبقاش لك قيمه، واخا دار عليك اللي عمرو شي واحد دارو، لكن هو ما دلش راسو، بالعكس بين الرجوله ديالو وخلاك تبغيه. اما انت الا دليتي راسك اش غيبغي فيك؟ والراجل كيما بغى يكون نوعه ما كيبغيش اللي يدل راسو عليه. علاش كتشوفي نصارى كيبغي وحده لا علاقه لها بها؟ كيبغي فيها شخصيتها وتعاملها الزوين وحبها ليه، ولكن ماشي يدل راسها حتى ما كتبقى ليها شخصيه. كاين فرق بين الصبر، بين التواضع، بين التعامل الزوين واظهار الحب، وكاين فرق بين الدل. تبغي انت شي واحد دل راسو عليك؟ انت كتقطعي عليه وكتعاريه وتسبيه وتنقصي منه وديريه تحت رجليك وهو غير حال فم وتابعك. جاوبات هبه بالنفي، حتى واحد ما كيبغي شي واحد مدلول، تكسبيه مثلا بالتعامل زوين، تكوني ظريفه مخلقه، تحاولي معاه وتكرري المحاولات علاش لا، اما باش تطيحي براسك وتقبلي على شي حوايج فوق طاقتك بحجه الدراري ولا المجتمع وتصبري للضرب والاهانه باش الناس تشوفك مستوره بدارك وبراجلك، وانت داك الراجل كيوكلها لك في ديك الدار وقاهرك وما شايفكش وما حاسبكش اصلا، وتزيدي تجلسي عنده. نو سمحي لي ما متفقينش، عندك الحق. سكتات كتخمم حتى عيات، تناقشات هي والمرأة اللي معاها،
بزاف بقاو كيهضروا. وفي الصباح شعلت تليفونها لقات لي زابيل ديال ياسين وديال والديها، اتصلت بامها وخرجت جلست كتهضر. الو ماما، الله يا بنتي اش هاد الخلعه خلاتينا عليك، فينك؟ انا مزيانه الحمد لله، وانتوما اكي بغيتي نكون وحنا ما عارفينكش فينتي. ياسين كل شويه يعيط يسول واش عيطات فينك، واش واقع شي حاجه، علاش هو ما قال لكم والو؟ قال لينا تناقشتو هزيتي حوايجك وولادك وزدتي بلا ما يحس. قال لينا ما كنتش ناوي هديرها، حتى انا ما كنتش ناوي غيضربني بالطرشه ويفضل ختو عليا، داليها فينا ورجعها ليا مهرسه من يدها. ما عرفت هدفعاتها ولا طيحاتها ولا شنو دارت ليها، نهار ومطار وهي كتنقز مع خوتها عمرها تهرست ولا وقعت ليها شي حاجه، غير مشات عندها طاحت زعما، واخا تكون هاد البنت معلقه في التريه كاع. حنا ما قالش لينا هادشي، ايوا ها هي فراسك. كل شويه جاي عندي ندي الدراري الفلان، ندي الدراري الفلان، مالهم ما عندهم شمهم ولا دارهم اللي بغاهم يجي عندهم، ولا هما بغاو يبقاو بارزين ويتشرطوا، جيب لينا فلان جيب لينا فرتلان. والله يهديك بنتي، الله يهديك، عيطي ليه وهضري معاه راه غيتسطى، جا حتى لهنا عندنا كيقلب، ومازال انا غنعيط ليه ونقول ليه على هادشي اللي وقع ونشوف واش بصح. عيطي ليه، المهم انا ما غنعيطش ليه. غدا غنرفع دعوه ديال الطلاق، نخليه منه للمحاميه ما يشوفش كاع وجهي، حتى ولادي ما غيشوفهمش حتى تعطي المحكمه الحق، ويمشي دابا يشكي ويبكي على اختو اللي راها قاسه معززه مكرمه في دارها براجلها وولادها حداها، وحنا هنا تشتتنا لينا الشمل بسبابه وبسبابها. بغاها تبقى على خاطرها، احنا غنخليوها على خاطرها. قطعت مع امها، دارت اللي في راسها، رجعت لكازا بولادها وجلست في اوطيل عادي على ما تكمل الاجراءات. وفي هذه المده اللي رفعت فيها دعوه ديال الطلاق، طفات فيها التليفون ودارت كارطه جديده تهضر بها غير مع امها ومع المحاميه. شدت طريق لمراكش، كرات دار صغيره ولاحت الهم موراها، كملات السفيره هي وولادها، كتخرجهم تساريهم باش يفوجوا، وفي نفس الوقت تلف باش ما تبقاش تفكر فيه، وتجلس تبكي عليه ويتنادم معها الحال وترجع ليه. دورات ولادها بثلاثه في جامع الفنا، جلساتهم يتعشاو وجلسات معاهم، كتوكل الدريه بوحدها اللي مهرسه، جلس حداها واحد دار ابتسامه ليهم وقال الله يصلح، دارت ابتسامه صفراء وقالت لي امين، اعطاته بالظهر باش ما يجبدش معاها الهضره، حيت بان ليها بحال الا حط عينو عليها. في ديك اللحظه اللي كتعشي في ولادها، عمرات لهم الطابله كما كيعمرها ياسين باش ما يحسوش بالفرق، صونات عليها امها وردت عليها وسط الصداع ديال جامع الفنا. الو ماما، الو هبه سمعيني، قطعاتو بالعاد اللقمه بزز بجومات الماء، ما نواتش يجاوبها ياسين، تصدمات وعرفاتو كاين في دارهم. بالعاد اللقمه بزز وبدات كتفتف مرعوده غير بوحدها، عطات ولدها كوكا بلاصه الماء اللي طلب، حتى هو شدها شربها واخا ما كتعطيهاش ليه، عاد عاقت بيه وحيداتها ليه كيتخيخ من فمه. رجعات ليه الماء لكن حمى عليها السوق تما بغا كوكا، وبدا كيشير بيديه بالسيف باش سكتات وحيدات ليه القرع كاع من قدامه. في نفس الوقت كيصوني ليها تليفونها، ما عرفت تجاوب ولا ما تجاوبش، زعمات وفتحات الخط الساعه لقات امها، اخر مره ندير فيك الثقه، ندمت اللي عطيتك النمره وقلت نعاود لك شنو كيوقع معايا. ابنتي راه ما عرفت فين نخشي وجهي، حشمت منه والله العظيم، كيطلب باغي غير يهضر معاك، اعترف وقال لنا انا هو اللي غلطت معاه، عندها الحق غير ترجع نهضروا، علاش مشات رفعت عليا دعوه ديال الطلاق بالزربه؟ راه مسكين توحش ولادو غير كيسول عليهم واش لاباس واش مزيانين، وكيسول عليك الراجل بغى حماق غادي يجي خربقتي ليه راسه، خليه هو اللي بغى. جمعي فمك ولا غنوريك، ماشي كلمه جوج بطلاق، ياك ما ولفتي لقيتي ولد الناس هاز بهبالك وجالسه تمرمدي فيه كي بغيتي، راه نوضها صباط مع اختو برد فيها كاع جنون، واش بغيتي يدير كاع؟ ياك ما يصحاب لك الا طلقتي غادي تقضيها، وكيتك راه من غدا يجيبها عزبه، وجلسي انت يا تندبي عندك، لقيتي واحد كيبغيك وجالسه تلعبي بيه الله ينعل اللي ما يحشم. كرمات هبه في بلاصتها حيت امها طلعت معها كطريام، عقدات حجبانها وقالت فينك اش هاد الصداع والهرج، انا في الشارع انت اللي فين غاطسه، راه قبيله قلت لك غنهبط الدراري لجامع فنا، كنسمع صوت الدقيقيه راه واحد الهديه في الشانطي، فينك اش كديري في جامع فنا؟ كنتعشاو انا والدراري، اه جالسين في دوك الطبالي مزيان، اه هو خليني نكمل العشاء. وفاش نرجع ما كملاتش هضرتها، بانوا ليها ولادها وقفوا كاملين كانوا غيقلبوا الطبله، وهي حاطه التليفون على كتفها وكتهضر مع وجرازها وكتعطيهم ياكلوا، ما فهمت والو، نادو كيتخاطفوا بالزربه شي كيعفط على شي. هزات راسها لقات ياسين واقف حداها كيضحك معاهم، يهز الاول ويتعلق فيه الثاني، يهزهم بثلاثه دقه واحده،
كيضحك ويهضر معهم وهما كيبوسوا فيه ويخشيو راسهم ويتشعبطوا فيه. اما هي بقات جالسه في بلاصتها مقوسه والتليفون زلق في المرقه طاح وفمها محلول، حتى ضربات امها في الطاوله بالجهه تفيقاتها. يا نوضي 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 نوض جلدك. صدمات هبه، بقات جالسه في بلاصتها. يلا وقفت، جلس هو وجلس على حجر وزين، والتوام ضايرين به تلفوه، بغى غير يدور يشوف هبه ما خلاوش. واحد يجر من هنا وواحد يجر من لهي، واحد عطاه بطاطا فمو والاخر فرحان غيطير حيت باه معاه، ما كرهش يقولها للعالم كامل. والاخرى كتشالي بيدها المهرسه باغا تركب على رجلي. الحصول بقات هبه غير كتشوف فيهم، ولادها فرحانين وهو فرحان، وهي جلست مضيومه ومعاها مقابله امها. قفضات على يدها وقالت بسم الله، جرت عندها الطبسيل ديال الكوتليط وبدات كتاكل. هزات فين الطرف ديال الفريت بغات تعطيه ليه، وكتعلق وهي طيحه على حوايجه. جراتها هبه وقالت اجي ماما اجي اجي قصي باش ما تطيحيش على يدك. جاوبها ياسين بصوت هافت غير خليها ماشي مشكل. هزها جلسها عنده وبدا يسولهم واش تهلات فيهم واش توحشوا، وهي كتسمع. وهما بطبيعة الحال سرسبوا ليه كل شي، فين مشينا وفين جينا وشنو كلينا ومع من لعبنا قدام هبه. زاد عمر الطبلة اكثر، تعشاو مجموعين انا تخلص كل شي. هبه غادية القدام شادة فمها وكتهضر هي وياها، وياسين مجلس زين على كتافه وشاد في الدين الاخرين وغادي كيدور بهم يهضر معاهم، وفين ما بغاو يوقفوا كيوقف. هادي تيقتي فيك ماما، سكتي ولا غنوريك، مازال نتفاهم معاك على الدعوه ديال الطلاق اللي رفعتي. هاي 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 حادقه، اجرى عليا شنو بغيتيني ندير؟ سكتي سكتي، راه عاود ليا كلشي، انت الاولى عايرتي، انت ما تستاهلش تكون اب. واش هادي هضره كيقولوها الناس؟ وهو كان معصب. البنت تهرسات وهزها كيجري بها وكيدير لها في الخاطر باش تسكت، ودابز مع اختو وجاي راسه من فوق. كملتي عليه انتي، سد عليه باش ما يتعصبش عليك، وانتي مشيتي جبدتيه وعايرتيه، راه كان معصب وندم. قال لي غير كنت طالع لي الدم، ما هو عمره يحط عليك يده. حشومة عليك بنتي، لقيتي الراجل كيبغيك ويخاف عليك وكيموت على ولادو قاسات مرمدي فيه، انتي يصلح ليك غير جواد، هو اللي يليق بيك. وصافي سكتي، ما نسكتش، والله ما شديتي الطريق مع ياسين، ما انت بنتي ما انا نعرفك. كتفضلي هو عليا ياك؟ لا، ولكن حتى هو عزيز عليا بحال ولدي، وما نبغيش يبقى تابع مرته وولاده. مالنا قليل ما كلينا في رزقه وجلسنا في داره، معانا لي ما يدارش وكيجي عندنا وما كيهربش منا، وحاسبنا بحال والدي. شكون هاد الهبيله اللي تفرط في نسيب بحال هذا؟ وكيقول لاختك قراي ونديك تكملي قرايتك برا. خوك خوك وما يديرهاش، انا راه نخسر معاك على قبل ياسين، هاني فين كنوصيك من هنا. سيادنا السلام عليكم، كنتمنى تكون عجبتكم القصه. كما قلت لكم قبل، اليوم كانت غتكون الحلقه الاخيره، لكن الظروف ما كتسمحش ليا. ان شاء الله غدا غتكون الحلقه الاخيره. نتمنى تكونوا مازالين متبعين القصه، نتمنى تكون عجباتكم، وما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وديروا اعجاب بالفيديو وديروا بارتاج مع الاهل والاصدقاء. نتلاقاو غدا ان شاء الله في الحلقة الاخيرة على نفس القناة وفي نفس الموعد. دمتم في رعاية الله وحفظه.